بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة شعبة المحاسبة، تحية طيبة. وبعد، نتناول اليوم الجزء الأخير من الفصل الثالث والخاص بعنوان أثر التشغيل الإلكتروني للبيانات على المراجعة الخارجية. سوف نتناول اليوم النقاط التالية: 1، قدر المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. 2، اختبارات المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. 3، مشكلات المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. 4، المراجعة الإلكترونية وأدلة الإثبات. 5، الآثار الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات. ثم معايير المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. أولا، خطر المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. سبق أن تناولنا أخطار المراجعة، وقسمنا أخطار المراجعة إلى 3 أخطار: الخطر الأول خطر حتمي، والخطر الثاني خطر الرقابة، والخطر الثالث خطر الاكتشاف. وعرفنا خطر المراجعة وقلنا إنه يمثل فشل المراجع بدون قصد في تعديل رأيه في القوائم المالية رغم أنها محرفة، يعني فيها تحريف وعمل تقرير نظيف. المعروف أنه كلما زادت جودة المراجعة بتساعد على تقليل خطر المراجعة وكذا تقليل الأخطاء، وتعطي للمراجع الثقة في إبداء رأيه في القوائم المالية. هناخد بقى الخطر الحتمي. ما هو الخطر الحتمي؟ الخطر الحتمي مرتبط بطبيعة أعمال المراجعة. الخطر الحتمي مرتبط بطبيعة أعمال المراجعة، يعني طالما في أعمال مراجعة في خطر حتمي. وطبيعة نظام التشغيل الإلكتروني، التشغيل الإلكتروني بطبيعة الحال له مشاكل، وطبيعة نظام التشغيل الإلكتروني يؤدي إلى صعوبة وتعقيد عملية المراجعة. وعلى المراجع زيارة المنشآت محل المراجعة وبصورة مستمرة لهدف مشاهدة المستندات الخاصة بالمدخلات والاطلاع عليها، وبعدين بهدف إجراء الاختبارات اللازمة من أجل تبرير الخطر الحتمي ومحاولة تقديره إلى أقل حد ممكن. الخطر الحتمي هو خطر ملازم، بنسميه خطر ملازم. فخطر النقدية أعلى من خطر الأصول الثابتة. في النظام الإلكتروني بيراعى أن طبيعة النظام الإلكتروني المطلوب له نظام رقابة داخلية عالي. ليه؟ لأن هناك صعوبة في تنفيذ عملية المراجعة. إيه اللي يعمله المراجع بقى؟ يزور المنشأة بصفة مستمرة بهدف الحصول على مستندات خاصة بالمدخلات والاطلاع عليها والمتوفر منها، وإجراء الاختبارات اللازمة بهدف تبرير الخطر الحتمي ومحاولة تقديره إلى أقل حد ممكن. وبعدين، ويقوم المراجع بتقييم خطر المراجعة عند عملية التخطيط للمراجعة، وهذا يؤدي إلى زيادة فاعلية المراجعة. الخطر الثاني خطر الرقابة، وهذا الخطر
يتمثل في احتمال عدم منع او اكتشاف، منع او اكتشاف الاخطاء الجوهريه بواسطه نظام الرقابه الداخليه بالمنشاه وما يحتويه من سياسات. طيب، ونظرا لاختلاف هيكل نظام الرقابة الداخلية، نظام الرقابة الداخلية في النظام اليدوي بيختلف تماما عن نظام الرقابة الداخلية في النظام الآلي. ليه؟ لأن فيه ضوابط بتحكم نظام الرقابة الداخلية من أخطار معينة. الخطر الأول خطر الوصول إلى ملفات البيانات السرية. المعروف اللي بيشتغلوا في الحاسب الآلي ممكن يحصل على الملفات السرية بالوصول إلى الوحدة، إلى الوحدة المركزية لمعالجة البيانات بالمنشأة بالنظام، بيوصل للوحدة اللي هو الوحدة المركزية لمعالجة النظام، ويقدر يأثر على ايه بقى؟ على الملفات السرية. ويجب هنا في هذه الحالة ان احنا نعمل لكل شخص من الاشخاص كلمة سر او رمز معين مما يقومون باستخدام الحاسب الآلي. ده يتطلب ايه؟ يتطلب الرقابة الفعالة على كلمة السر، استخدام رموز معقدة وسرية جدا للوصول الى ملفات البيانات الحساسة وذات الأهمية بالمنشأة، توثيق البرامج والتعديلات والتحقق من سلامة اعتماد هذه التعديلات. البرنامج عندما يعدل لابد ان يوثق التعديل. وبعدين بنحدد اختصاصات كل عامل من العاملين بدقة. وبعدين الخطر التاني بقى، يبقى الخطر الاولاني متمثل في خطر الوصول الى ملفات سرية. الخطر رقم اتنين خطر ضياع مسار المراجعة. طيب، في النظام المراجعة اليدوي المراجع بيقدر يتتبع مسار المراجعة من اول تسجيل العملية المالية حتى الانتهاء واعداد الحسابات الختامية. بينما في النظام الآلي خطر المراجعة مش واضح، لان بتبدأ بالمدخلات وبعدين يتم التشغيل داخل الحاسب وبعدين في الاخر خالص بتطلع المخرجات. وهذه المخرجات بقى اذا تكون صحيحة متى كانت المدخلات صحيحة. يبقى اذا مسار المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني يختلف تماما عن مسار المراجعة في ظل التشغيل اليدوي. هذا يتطلب بايه بقى من المراجع؟ الاهتمام الدقيق لعملية ادخال المدخلات. ولذلك احنا بنقول كلما كانت المدخلات سليمة يكون المخرجات سليمة. اذا عند تصميم نظم المعالجة الآلية يهتم تماما المراجع بايه؟ بسلامة المدخلات، ويسجل جميع الأنشطة على الحاسب في ملف خاص به، ويحتفظ بملفات احتياطية يمكن الرجوع إليها ويتم حفظها من خلال وسائل حفظ زي الأشرطة الممغنطة والأقراص الممغنطة، وتحفظ في مكان أمين. البرنامج يجب أن يحتوي على وسائل أمان عند القيام بعملية إضافة أو تحديث أو تعديل بهدف الإيه؟ حماية كافية تمنع أي شخص من القيام بالتعديل إذا كان غير مصرح له بالتعديل. ده فيما يتعلق بخطر الرقابة. طب خطر الاكتشاف بقى، خطر الاكتشاف يتمثل في إيه؟ خطر الاكتشاف يتمثل في إيه؟ في فشل المراجع في اكتشاف أخطاء جوهرية في القوائم المالية لم يتم منع حدوثها واكتشافها من خلال نظام الرقابة الداخلية. يبقى خطر الاكتشاف إن المراجع ما قدرش يكشف خطأ جوهري في القوائم المالية المعدة. ليه؟ لأن نظام الرقابة الداخلية الموجود ضعيف. طيب، وتشمل الأخطاء الجوهرية كل أخطاء في القوائم المالية، ويمكن للمراجع التحكم في خطر الاكتشاف من خلال زيادة أو تخفيض حجم الاختبارات. المراجع ده
يمكن ان يخفض، يمكن يعمل ايه، تخفيض لحجم الاختبارات او يزود حجم الاختبارات، ماشي، من خلال زيارته موقع العمل في المنشأة محل المراجعة على فترات دورية قصيرة سواء كانت في صورة اسبوعية او شهرية، وملاحظة مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الموضوع، ويتم التركيز على هذا الاختبار كلما كان نظم معالجة البيانات محاسبيا معقدة. ده اللي هو اخطار المراجعة. الجزئية الثانية في هذه المحاضرة اختبارات المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني. احنا عارفين قبل كده ان اختبارات المراجعة تتمثل في اختبارات الالتزام واختبارات الارصدة. طب اختبارات الالتزام ده بيعتمد المراجع فيها على نظام الرقابة الداخلية، فهنا في ظل التشغيل الالكتروني هيفحص نظام الرقابة الداخلية على تشغيل الحاسب وتحديد مواطن الضعف فيه والقوة فيه، وتحديد هل يمكن الاعتماد عليها او لا يمكن الاعتماد عليها، وايه هي الاختبارات اللي انا هقوم بها كمراجع، وما هي الانشطة المطلوب التركيز عليها، وما هم الاشخاص القائمين على تنفيذها. ويقع على عاتق المراجع الالتزام باختبارات التزام ماشي للتحقق الفعلي من اجراءات الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى الاعتماد عليها. وتهدف اختبارات الالتزام الى هل تم تطبيق اجراءات رقابية، هل تم تنفيذ هذه الاجراءات، من اللي يقوم بتنفيذ هذه الاجراءات، وعلى المراجع القيام بمثل هذه الاختبارات للتحقق من التطبيق الفعلي لاجراءات الرقابة الداخلية التي سبق له دراستها وتقييمها، وهو الذي قرر مدى الاعتماد عليها في المراجعة. الاختبار رقم 2 الاختبارات التفصيلية اللي هي بيتحقق من سلامة الأرصدة الموجودة في الدفاتر. طيب، طب في النظام الالكتروني هيعمل ايه الراجل ده؟ التأكد من ان البيانات الأولية تم تغذية الحاسب بها حقيقية وسليمة وموثوق فيها، كما ان مستندات المراجعة المؤيدة للتشغيل تؤكد سلامة البيانات التي عدت الكترونيا، كما يتأكد من سلامة مخرجات النظام، كما يتأكد من كفاءة العاملين على الأجهزة. دول ليس لهم علاقة بالملفات المحفوظة في مكتب الحاسب. ده فيما يتعلق بالجزئية الثانية اللي هي اختبارات المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. ثالثا، ما هي مشاكل المراجعة الخارجية في ظل التشغيل الإلكتروني والركز عليها. في مجموعة من المشاكل بتتم في حالة استخدام النظم الإلكترونية تتمثل في ايه؟ ان معظم العمليات بتتم داخل الحاسب، ان مسار المراجعة غير مرئي ولا مرئي، لا غير مرئي، ممكن اعدل البيانات دون ترك اثار، ده مشاكل الحاسب، ممكن في بيانات تنسرق ومعلومات نظرا لصغر حجم ملفات التخزين ووسائط التخزين. طيب، ممكن عدم وجود او قلة وجود المستندات الاصلية بصورتها التقليدية. لو جينا ندور فين المستندات الاصلية للبيانات دي، ممكن ما تلاقيهاش، والتغير في جمع ادلة وقرائن الاثبات. هذه المخاطر، هذه المشكلات ارجو التركيز عليها. المراجعة الالكترونية وادلة الاثبات. احنا عارفين ادلة الاثبات في النظام الالكتروني تختلف عن ادلة الاثبات في النظام اليدوي، ماشي الكلام. طب ايه بقى المشاكل التي تحدث في نظام التشغيل الالكتروني للبيانات اثناء الحصول على ادلة اثبات؟ اول حاجة اختلاف وتنوع اساليب الرقابة. طيب، جمع ادلة الاثبات في النظام الالكتروني
صعب عنه في النظام اليدوي. والمعروف أن المراجع يصدر حكمه على القوائم المالية من خلال أدلة إثبات. هذه الأدلة تدعم حكمه. والمعروف كمان أن المراجع يعتمد في اختياره على أدلة الإثبات على نظم الرقابة الداخلية. ونظام الرقابة الداخلية في النظام الآلي أصعب منه في النظام اليدوي. لماذا بقى؟ لعدة أسباب. السبب الأول اختلاف وتنوع أساليب الرقابة. نظام الرقابة في النظام الآلي عبارة عن رقابة عامة، وإحنا اتكلمنا عليها قبل كده، وبعدين واللي تتمثل في أجهزة الرقابة على أجهزة الحاسب والعاملين وقواعد البيانات، ورقابة تطبيقية تتمثل في المدخلات والتشغيل والمخرجات، دي اتكلمنا عليها قبل كده. والمراجع في هذه الحالة يجب أن يكون لديه رقابة كافية عن نظم الرقابة في ظل تشغيل الحاسب الإلكتروني. وبعدين للجزء اللي بعد كده اللي هو يتمثل في الاختلاف في التطبيق العملي. الاختلاف في التطبيق ايه؟ العملي. طيب، يرجع الاختلاف في التطبيق العملي الى عدة اسباب، منها ما يلي: نوعية الدفاتر والسجلات. الوحدات برغم من استخدامها للحاسب الآلي وفي تشغيل بياناتها بتحتفظ بسجلات القيد الأولي والمستندات الورقية في شكل عادي مثل النظم اليدوية، بينما نجد أن في وحدات أخرى تكون جميع مستنداتها وحساباتها مخزنة على وثائق. يعني في ناس بتشغل النظام الإلكتروني للمعلومات وعندها مستندات مخزنة ومحتفظ بها في صورة ورقية، بينما في وحدات أخرى هتلاقي كل المستندات بتاعتها مخزنة على وثائق ممغنطة. ده التطبيق أو درجة التقنية في الأجهزة المستخدمة. بعض الوحدات تستخدم النظام الإلكتروني بصورة شاملة، أي في جميع عمليات المحاسبية، في حين أن البعض يستخدم الحاسب بصورة جزئية في جزء من عملياتها وجزء آخر لا. يبقى إذن دي مشكلة في التطبيق أهو برضه. بعد كده أن بعض النظم الإلكترونية المطبقة منها المعقد ومنها البسيط وتحتاج الى معرفة حقيقية كاملة. طبيعة الملفات، حيث ان نظام الملف المنفصل ونظم وقاعدة البيانات متكاملة. فالتطور الهائل والسريع في عالم تكنولوجيا المعلومات يسفر بالضرورة عن تطور مناظر ايضا في اساليب الرقابة الداخلية الملائمة، الأمر الذي يتطلب من المراجع المتابعة المستمرة لهذه التطورات، وهذه مهمة ليست بالسهولة. 3. تعذر الحصول على بعض الأدلة اليدوية. بعض الأدلة إيه؟ اليدوية. طيب، بمعنى إيه؟ إن العاملين في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات مركزين في أقسام متعددة وبمعرفة أشخاص مختلفين في إدارة واحدة. يبقى عندنا في كثافة في إدارة التشغيل الإلكتروني للبيانات، مما يتطلب معه الرقابة الكاملة على هذه الكثافة. وفي نفس الوقت ان التركيز الكامل للبيانات داخل الحاسب تتطلب ملفات إلكترونية. هذه الملفات لا يمكن قراءتها الا بمعرفة الحاسب نفسه ومن خلال برامج. يعني لو اي واحد عاوز حاجة لازم هيستخدم الحاسب
للحصول على معلومات. إذن الحاجات البيانات الموجودة داخل الحاسب لا تقرأ إلا بمعرفة الحاسب. يترتب على ذلك صعوبة أو استحالة في الحصول على بعض أدلة الإثبات. إذن تعذر الحصول على بعض أدلة الإثبات بالوسائل اليدوية. ليه؟ لأن معظم المعلومات كلها موجودة داخل الحاسب وتقرأ بمعرفة الحاسب، ويبقى هناك صعوبة في الحصول على هذه الأدلة بسهولة. ماشي. وأصبح لزاما على المراجع أن يلجأ إلى نظام التشغيل الإلكتروني ذاته للحصول على الأدلة الضرورية. التغير في تقييم أدلة القرائن. تقييم أدلة القرائن دي بترجع إلى إيه؟ إلى نظام الرقابة الداخلية. واتكلمنا قبل كده وقلنا إن نظام الرقابة الداخلية في نظام التشغيل الآلي أكبر منه في نظام التشغيل اليدوي، وعلى المراجع به أن يتفهم متى تكون الرقابة كافية ومتى تكون غير كافية، وبعدين وأن يقتنع أو يكون قادر على تتبع الآثار المختلفة لنواحي القصور أو الضعف في أساليب الرقابة داخل النظام. وهذا يصبح بدون شك واجب صعب بالنسبة للمراجع. يعني المراجع لازم يتتبع أي أماكن قصور في النظام، وده هيصعب عمل المراجع. ماشي. يبقى إذن دلوقتي أدلة الإثبات في النظام اليدوي تختلف تماما عنه في النظام الآلي. طيب بعد كده هنتكلم عن ايه؟ ما هي الاثار الايجابية لتكنولوجيا المعلومات على عملية المراجعة؟ هل في ايجابيات او مزايا لتطبيق تكنولوجيا المعلومات؟ طبعا. اول حاجة توفير التكاليف عند التخطيط لعملية المراجعة وتنفيذها. دي ميزة تنافسية، لان احنا بنقول كل ما بنخفض التكاليف دي ميزة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة. وبعدين القيام بالعمليات في اقل وقت ممكن، ده يساعد منشآت ومكاتب المراجعة على اعداد تقارير المراجعة في وقت مناسب، وخاصة زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان بعض التشريعات تحتاج الى هذه التقارير في وقت قليل. لان احنا لما اتكلمنا عن العينات قلنا ان بعض التشريعات بتقول عاوزة بيانات المراجعة في وقت قليل. كذلك استخدام التكنولوجيا في مجال المراجعة يساعد المراجع على استخدام أساليب إحصائية معقدة في أي وقت عاوزه، وبعدين ده بتخليه أكثر قناعة ومنطقية بعملية إن المراجعة. يبقى إذن دلوقتي في مزايا مهمة جدا النقطة دي. أول حاجة توفير التكاليف، 2 القيام بعملية المراجعة في أقل وقت ممكن، وبعدين بيساعدوا الحاسب على استخدام أساليب إحصائية معقدة، وبعدين مما يؤدي إلى اقتناعه بنتائج عملية المراجعة. آخر حاجة بقى معايير المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. إيه بقى الكلام ده بقى؟ اللي هي معايير المحل معايير المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات لابد أن تعدل ولا إيه بالظبط؟ إحنا قلنا قبل كده يجب الأخذ في الاعتبار تطوير نظام المراجعة التقليدي ليواكب مدخل المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني. هذا يتطلب من المراجعين التدريب والتأهيل الكامل، أو اللي بيشتغل في مكان لازم يعمل له دورات تدريبية كاملة. وبعدين المنظمات المهنية أيضا لها دور، زي نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين لها دور برضو تساعد في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني وتطوير المعايير ذاتها. هناخد معيار بسرعة كده ونشوف ما هي بقى التطورات التي يجب أن تتم على كل معيار. مثلا تأهيل وتدريب المراجعين. يجب تأهيل المراجعين
وتدريبهم على نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج الخاصة به، والإشراف بقدر الإمكان على المساعدين. 2، استقلال المراجع. استقلال يا أخوانا المراجعة، مراجع الحسابات، يجب أن يكون مراجع الحسابات مستقلا كما سبق الحديث على ذلك، كما هو في ظل المراجعة اليدوية، ويجب أن ينسحب هذا الاستقلال على فريق المراجعة، سواء كانوا من داخل مكاتب المراجعة أو من خارج مكاتب المراجعة أو خبراء نظم أو خلافه. وبعدين بذل العناية المهنية، يجب بذل العناية المهنية حتى لا يتعرض المراجع للمساءلة. مسؤولية المراجع الحسابات، يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الكاملة وممارسة المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني، دي مسؤوليته، ويتم مساءلة المراجع عن حالات الغش والتلاعب الإلكتروني. ويجب على المراجع تقييم نظام الرقابة الداخلية في مجال نظم المعلومات وتحديد مؤشرات تؤكد نقص الرقابة الداخلية في ظل التشغيل الإلكتروني، خاصة أمن وسلامة المعلومات. بعد كده التخطيط لأعمال المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني، يجب وضع خطط وتقييم نظم الرقابة الداخلية سواء عامة أو تطبيقية، وقد تحتاج عملية المراجعة إلى مساعدين سواء من داخل المراجعة أو خارجها، وتأهيلهم بما يتناسب مع النظم الجديدة. هيكل الرقابة، تقوم الرقابة في المنشآت التي تطبق النظم الآلية بوضع نظام رقابة من شأنها المحافظة على سلامة البيانات ونظم التشغيل والتقارير. ومراجعة الحسابات، ومراجع الحسابات مسؤول أيضا عن تقييم مدى الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية، وخاصة وأن البرامج قد تتغير بمعرفة أفراد غير مصرح لهم بذلك، ويمكن تغيير أي بيانات سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد. أدلة الإثبات، وسبق أن تناولنا أدلة الإثبات بالنسبة للمراجع وبالنسبة للنظام الآلي، لأن أدلة الإثبات الورقية خلاف أدلة الإثبات غير الورقية. غير إيه بقى؟ الورقية، وهيجي لك برضه هو اللي هي ما هو الفرق بين أدلة الإثبات الورقية وأدلة الإثبات غير الورقية. التبديل والتغيير، من اللي صعب تبديله الورقي، إنما الآلي سهل التقدير. الاستقلال في النظام اليدوي بيبقى واضح أو استقلال المستند، أما في الدليل الإلكتروني كأمر الشراء الإلكتروني يكتسب مصداقيته من خلال نظام الرقابة الداخلية في داخل البيئة الإلكترونية. اكتمال المستند، بالنسبة لنظام المستند في ظل التشغيل اليدوي بيبقى كامل وكامل عنه في ظل التشغيل الآلي، لأن التشغيل الآلي قد يكون غير واضح ومخفي. التصديق والاعتماد، التصديق في النظام اليدوي أسهل من النظام الآلي. سهولة الاستخدام، المستند اليدوي أسهل عنه في الدليل الإلكتروني. عاوز متخصصين، الوضوح، يساعد الدليل الورقي على أن أنا أوصل إلى معلومات بسهولة وأكثر من مراجع ويؤدون نفس المهم، ولكن الدليل الإلكتروني غير واضح وغير مرن. التوقيع، الدليل اليدوي سهل التوقيع عليه بينما الإلكتروني صعب التوقيع عليه. مراجع الحسابات، مراجع الحسابات دايما بيبدي رأي سواء في الدليل الإلكتروني أو في الدليل إنه الورقي. في نهاية هذه المحاضرة أتمنى لكم دوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.